أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب. قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت إنك لمباركة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وحدثنا أبو إسحاق الهروي، حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم، فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس، حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا
فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثة ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة، قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثة، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، قال الرجل إن شعري طويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء، قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ.
حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هو أزكى وأطيب وأطهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ترك موضع شعارة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قالا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي، أنبأنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد، أخبرني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشر بن آدم، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا عبد الله بن الجراح،
حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري. أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت فوجدته عند أختي زينب، قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال وما هي؟ أي هنتا؟ قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت هو أكثر، فذكر نحو حديث شريك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستشفري بثوب وصلي. حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحضت حيضة منكرة شديدة، قال لها احتشي كرسفا، قالت له إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا، قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24، وأخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعجل العشاء
واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم، وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست؟ قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم، قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف، قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة، قالت
كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيط فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المخدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محجوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى
يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم، فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تخطب الحائض؟ فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. حدثنا محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة
حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد بن الحباب قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجعت.